نعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب، درسنا في الدرس السابق الزيادة الثانية حول حديث الضرير، وهو حديث الأعمى من رواية عثمان بن حنيف رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وبينا أن هذا الحديث صحيح، ولكن يخطئ عباد القبور وأهل الطرق في فهم هذا الحديث، وبينا كلام العلماء والأئمة في معنى هذا الحديث. ثم ذكرنا زيادة وهي شاذة وضعيفة، وهذه الزيادة نصها وإن كانت حاجة فافعل مثل ذلك. قلنا زيادة صحيحة ولا ضعيفة؟ مين يورينا يا جماعة؟ مين يورينا؟ زيادة دي مالا؟ أيوة، زيادة هي شاذة، لأن من رواية حماد بن سلمة. الزيادة قلنا هي شاذة يعني ضعيفة، لأن حماد بن سلمة تفرد بها وخالف بها رواية شعبة، وشعبة أرجح وأوثق من منا جماعة، وأوثق من حماد بن سلمة كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وأجل من روى هذا الحديث منه شعبة، فشعبة أي شعبة بن الحجاج هو أوثق من منا جماعة من حماد بن سلمة. الشبهة اللي جابوها قالوا قال العلماء إن حماد بن سلمة ثقة، فعلا قالوا ولا ما قالوا؟ قالوا، وقالوا وزيادة الثقة مقبولة. أول حاجة شبهة دي ممنوع، جاب الغماري في كتابه المصباح الصفحة رقم 30. طيب، ما هو الرد على هذه الشبهة؟ ما هو الرد على هذه الشبهة يا شكري؟ أن حماد بن سلمة ثقة، ولكن تفرد بها وخالف من هو أوثق وأرجع منه وهو شعبة. أهو القاعدة تقول الذي ذكر ابن حجر في نخبة الفكر، أقول شنو؟ إن زيادة الثقة، أيوة نعم، بشرط ألا تخالف ألا تخالف من هو أوثق منه، ولقينا شعبة أوثق من منا جماعة من حماد بن سلمة. إذن الرواية الراجحة تسمى المحفوظة، والرواية المرجوحة تسمى الشاذة، والشاذ من أنواع الحديث الضعيف. كده انتهينا من هذه الزيادة. الزيادة الثانية حتى لو ثبتت، يا أحمد علي، نعم العلماء قالوا حتى لو ثبتت هذه الزيادة، ما قالوا الرسول صلى الله عليه وسلم قال الأعمى بعد ما فتح ودع عليه، قال له إن كانت حاجة فافعل مثل ذلك. شغل الباني قال حتى لو قلنا الزيادة دي صحيحة، أصلا الأعمى فعل شنو؟ جل الرسول وقال له ادعوا لي الله في أن يرد علي بصري. الرسول في النهاية قال لي إذا حصلت لك أي حاجة تعمل زيدة، هو عمل شنو يا جماعة؟ جراج، يعني تجي تاني تقول لي ادعوا لي، وليس في ذلك شبهة وليس في ذلك إشكال. طيب، الزيادة الثانية وهي أخرجها الطبراني قلنا في المعجم الصغير والكبير من طريق منه عبد الله بن واب عن شبيب بن سعيد عن روح بن القاسم عن أبي جعفر الخطمي المدني عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن عمه عثمان بن حنيف أن رجلا كان يختلف إلى عثمان بن عفان، مش كده؟ وعثمان بن عفان قال لا ينظر في حاجته، ودي من أقوى الشبه عندهم حول حديث الضرير،
دي من أقوى شبه عنده الزيادة الثانية دي. إنه الرجل ده كان يمشي لعثمان بن عفان، عشان ابن عفان قال ما يلتفت لحاجته ولا يقضي لحاجته، قال في النهاية مشي لعثمان ابن حنيفة اللي هو راوي حديث الضرير، فمشى ليه وقال ليه عثمان بن عفان ما كان يلتفت لحاجته ولا كذا، وده كله كذب طبعا، يعني الرواية ده أصلا ما حصلت، لكن حسب ما ذكرت الرواية. فقال لي إيه تلميضة وتوضأ وصلي ركعتين مش كده، وقول الدعاء يا محمد إني توجهت بك إلى ربي في حاجتي هذه لتقضى لي، المهم إلى آخره. وده كان بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام في عهد خلافة عثمان بن عفان، عشان كده بيتمسك عباد القبور بالرواية دي بالزيادة دي والقصة دي، بيقولوا إذن الدعاء ده مشروع بعد وفاة الرسول، يبقى الرسول ما دعا على الأعمى. ويجوز وقال هسه دي في سنة 2016، أها الرد عليهم كيف؟ ما هو الرد؟ ما الرد كيف؟ امبارح تكلمنا الدرس كله عن الرواية دي والقصة دي وكررناها أكثر من 5 مرات. أيوة بكر طبعا نشوفها من قبل الطبراني صححه الصغير، نعم الطبراني عندما صحح يقصد الحديث، بدليل أنه قال رواه شعبة وهو صحيح، فهو يقصد الصحيح الحديث وليس القصة. نعم قلنا شبهته الأولى قال الطبراني قال والحديث صحيح، ودي شبهة جابها منه أحمد داود خلاص في محاضرة له في مسجد الطريق السمانية، ودي شبهة خطيرة. وفعلا الطبراني في النهاية قال شنو الحديث صحيح، لكن أخونا بكري قال إنه الطبراني صحح الحديث حديث الضرير، لكن ما صحح شنو القصة اللي هم عندهم فيها شبهة، صح ولا ما صح؟ طيب الدليل شنو إنه الطبراني قصد بتصحيحه للحديث ولم يقصد القصة؟ لأنه الطبراني قال شنو رواها شعبة، وشعبة إنما روى الحديث ولم يروي القصة أبدا، إذن علمنا من كلام الطبراني رواها شعبة إلى آخره والحديث صحيح أن الطبراني إنما قصد الحديث حديث الأعمى المشهور، وده صحيح يعني معلوم عندنا صحته، لكن ما قصد شنو يا جماعة القصة دي. أول شعبة الشبهة الثانية الرد الثاني نقول شنو القصة مالها يا نبيل الطعن ابن شبيب هذا قال عنه ابن عدي الكامل قال شبيب إذا روى من حفظه كان يغلط ويهم شبيب ابن منو سعيد ابن سعيد طيب ها قال إذا روى من قال منو قال ابن عدي في كامله ونقل ذلك الذهبي في الميزان الميزان احتدال تمام اها رقم من 42 نعم قال كان إذا روى من حفظه يهم ويغلط، وإذا روى عن طريق ابنه أحمد قال كأنه يونس الآخر، يعني يجود مش كده؟ يعني يجود. طيب إذن الكلام ده يفيد إنه شبيب هذا لا بأس به مش كده يا نبيل، لكن بكم شرط؟ بكم شرط؟ 10 2 3 بشرطين. الشرط الأول أن يروي عن ابنه أحمد، أن يروي عنه أن يكون من رواية ابنه أحمد عنه. الشرط الثاني أن يكون من رواية شبيب، أن يكون من رواية شبيب عن يونس ابن يزيد، والسبب أنه كان عنده يونس ابن يزيد، نعم، فكان إذا حدث من حفظه يهم مش كده ويغلط كثيرا، وإذا حدث من كتب يونس بن يزيد أجاد. طيب وده ذكر منه ابن أبي حاتم عن أبيه في كتابه الجزية الأخيرة دي، بس ابن أبي حاتم عن أبيه في كتاب الجرح والتعديل. طيب السبب الثاني في ضعف هذه القصة، نبيل ذكر السبب الأول وأجاد فيه تمام، يعني يجود نبيل اها السبب الثاني سبب الثاني يا نورين ما غبت ما غبت لا يمدي تحكى سبب الثاني شنو القصة ها لو لقاها بصوب يعني لقى عبد الله عالم مرمطك لا مرمطك مرمطك ترجع لشنو ما تغيب ما تغيب التسجيل له ناسبة قد غالي وما تفوز عليه، لكن لما تيجي الدرس بدي يشجع. ايوه اختلاف الروايات نعم السبب الثاني قلنا شنو
الاختلاف على احمد اها رواه في صلاه الحديث اها ابن عدي ابن السمني في عمل اليوم والليلة ها ثلاثة روايات لم يثبت والحاكم كذلك في مستدركه من ثلاثة طرق عن أحمد بن شبيب بدون شنو؟ بدون قصة. إذا ده سبب ثاني ورينا القصة دي ما لها يا جماعة ضعيف. سبب الثالث أيوة نبي لا دي ده سبب الثاني ذكروه ايوه اها الذين لم يذكروها في الحديث لان الحديث رواه منه عون بن عمار البصري حدثنا عن روح بن القاسم باخرجه الحاكم وعون هذا وان كان ضعيفا فروايته اولى من روايه شبيب ليه لموافقه روايه شعبه وحماد ابن سلمة عن أبي جعفر الخطمي. إذن دي ثلاثة أسباب كل سبب براو كافي بتضعيف هذه القصة. طيب وقلنا شيخ الإسلام ابن تيمية قال كلام عجيب مش لا قال لو القصة دي سندها صحيح درت للزول ما عارف النقاط الحديثية دي ابن تيمية معنا ابن الخليفة طيب الذي مراجع على الدرس الفات أنا لسه بدأ الدرس الليل طيب أنا لسه بدأ الدرس اليوم يا جماعة ابن تيمية يقولنا ذكر شنو قال له القصة دي صحيحة ذاته خلاصته قال شنو قال أنه حتى إذا كان هذه القصة صحيحة فكلام شبيب بن سعيد مخالف لما فعله الصحابة لا لا فعل منو فعل عثمان بن حنيف مخالف لما فعله الصحابة لأن عمر ما هي القصة بتقول شنو يا جماعة دقيقة بس القصة بتقول إنه بعد بتفيد كده بتفيد إنه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ممكن يقول الدعاء بتاع التوسل اللي توسل به الأعمى مش كده اللهم إني أتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة في حاجتي هذه لتقضى لي إلى آخر يا محمد إني توجهت بك إلى ربي بعد وفاة الرسول لأنه حصلت في عهد عثمان بن عفان القصة ما صحيح لكن ابن تيمية قال لو فرضنا صحيح اها ابن قال اذا فرضنا صحتها فإن عثمان بن حنيف علم هذا الرجل دعاء ليس واردا عن النبي عليه الصلاة والسلام انه ذا كانه اجتهاد من عثمان بن حنيف براو وخالف فيه عمر بن الخطاب وجميع الصحابة من المهاجرين والانصار لما عمر بن الخطاب قال اللهم انا كنا نتوسل اليك بنبينا والان خلينا التوسل به دعاء النبي صلى الله عليه وسلم وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فلو كان الكلام ده الصحيح عن عثمان بن حنيف كان عمر بن الخطاب ما قال تركنا التوسل بدعاء الرسول كان يتوسل به لأن القصة دي بتفيد جواز التوسل بالرسول بعد وفاته فكان عمر يفتطر للمسألة دي أو المهاجرين كلهم أو الأنصار كلهم أيوة أو معاوية بن سفيان لما توسل به الأسود بن يزيد الجرشي مش كده؟ نعم وقال هذا يعني يكتب من أخطاء الأفراد كانوا أفراد الصحابة مثل أن يتعون أنه كان يغسل في الماء يعني نعم وذكر قصص طويلة أن الصحابة في النهاية ما معصومين وقد يجتهد الإنسان اجتهاد ويخطي زي ابن عمر كان في الوضوء أو في الغسل يدخل الماء جوا عينه ويغسل عينه جوا وابو هريره كان يجر الغسل في غسل المرفقين لحد شنو؟ لحد الكتف كان يتأول معنى يتأول حديث واجتهد في ذلك واخطأ وله اجر الاجتهاد الى اخره. طيب كذلك العلماء قالوا القصه دي ضعيفه من المتن ذاته ما قبل ضعفوها بالسند صح؟ شبيب وكذا وكذا المتن ذاته قالوا فيه اشكال إنه الرجل ده كان بيعمل شنو أيوه؟ نعم إنه الرجل ده كان يمشي لعثمان بن عفان عثمان بن عفان ما يقضي لحاجته يرده وما ينظر في حاجته ذاته ولا يلتفت له هل عثمان بن عفان ممكن يسوي كده يا جماعة؟ هو أمير المؤمنين هو الخليفة بعد أبي بكر وبعد عمر بعد النبي عليه الصلاة والسلام يجي وزول يقول لا أقضي له حاجتي من المسلمين من الرعاية ما يلتفت له ولا يشتغل بحاجته
ما يمكن هذا الكلام ابدا، لانه قالوا ده في طعن في عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وارضاه. بعد ذلك ذكرنا يا جماعه حديث ايضا عندهم شبهات فيه في التوسل، وهو من خرج من بيته الى الصلاه فقال اللهم اني اسالك بحق السائلين عليك واسالك بحق ممشايا هذا، الى ان قال فاني لم اخرج عشرا ولا بطرا، الى ان قال اقبل الله بوجهي، اقبل الله علي بوجهي واستغفر له الف ملك. حديث صحيح ولا ما صحيح؟ وما هي الاسباب، وما هي الاسباب لضعف هذا الحديث؟ ايوه الحديث ضعيف. ليه؟ لان في اسناده عطيه بن سعد العوفي. هل العلماء قالوا عنه شنو؟ عطيه ذكرنا الكلام عنه مش كده؟ هل قالوا شنو؟ صديق، صدوق لكنه شنو؟ طيب ايوه مازن قول. تابعون شنو؟ شهير ضعيف. طيب ثاني احمد قال شنو يا فارس؟ طيب قال الذهبي ميزان الاعتدال الجزء 3 عطيه بن سعيد العوفي تابعون شهير ضعيف خلاص. وقال ابو حاتم يكتب حديثه ضعيف. وقال سالم المرادي كان عطيه يتشيع. وقال ابن معين صالح. وقال احمد ضعيف الحديث مش كده. وروى ابن المديني عن يحيى قال عطيه وابو هارون وبشر بن حرب عندي سواء. وقال احمد بلغني ان عطيه كان ياتي الكلبي، كلبي ده واحد مجرم مجروح، فياخذ عنه التفسير وكان يكنيه بابي سعيد فيقول قال ابو سعيد قلت يعني يوهم انه الخدري. شو الاجرام ده كيف؟ ابو سعيد ده الكلبي ده ما صحابي ده زول مجروح ذاته. فعطيه ده كان يمشي للشيخ والكلبي ويكنيه بابو سعيد، لما يحدث عنه يقول شنو؟ قال ابو سعيد. يا جماعه يقولوا ده ابو سعيد منو؟ الخدري الصحابي الجليل. ده شو بتاع اجرام. وقال النسائي وجماعه ضعيف. وذكرنا شبهه بتاعتنا يا جماعه، شبهه من في التضعيف ده ذاته، في تضعيف عطيه العوفي الكوثري. قال شنو الكوثري؟ قال كان حكيم نزيه، قال كان نزيه يحسن له بعض الاحاديث. نعم. رد عليه الامام الالباني فقال نعم. في نفس كتابه قبل 81 صفحه نعم ذكر ان حكيم نزيه يتساهل في التحسين كويس صحيح. ثاني قال عنه شنو الكوثري في مقالاته؟ ايوه ايوه قال التهم بالتشيع وسكت، مع انه هو التهم بالتشيع بس يا جماعه مش كده؟ يهمه يخطئ كثيرا مش كده؟ طيب ده اللي اسقط به الجرح به. اما الكوثري ليه قال بس التشيع فقط؟ لان المحققين ممكن يقبلوا روايه من رمي به التشيع وفيه صفات اخرى توفرت فيه من حيث قبول الروايه والاسناد. فالكوثري يعرف الحكايه بس قال رومي بالتشيع بس وسكت عن شنو يا جماعه؟ سكت عن الباقي وهذا اجرام. طيب الحديث ضعيف لسبب ثاني غير عطيه العوف. يا جماعه ليه بس ثلاث انفار اربع انفار اللي بيجاوبوا؟ ايوه هنا ها؟ فيه فضيل ابن منو؟ ابن مرزوق وبرضه مجروح زي ما ذكرنا كلام العلماء عنه من كتب الاسانيد مش كده؟ وذكرنا شبهات حول. طيب الكوثري قام جاب الروايه للحديث ده في اليوم عمل اليوم والليل ابن السني، لا فيه عطيه العوفي لا فيه فضيل بن مرزوق. قاعدين نحلها كيف؟ انا اقرا لكم ودي. قال باب ما يقوله ده عمل اليوم والليله لابن السني ذاته. باب ما يقوله اذا خرج للصلاه. شوف الاسناد ده لا فيه عطيه العوفي ولا فيه فضيل ابن مرزوق، الاثنين ما فيه. الكوثري في النهايه لما غلبته الحيله قام جاب الاسناد ده قال هذا ضعيفه. قال حدثنا ابن منيع
قال حدثنا الحسن بن عرفة حدثنا علي بن ثابت الجزري عن الوازع بن نافع العقيلي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله عن بلال مؤذن رسول الله كان قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج إلى الصلاة قال بسم الله آمنت بالله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله اللهم بحق السائلين عليك وبحق مخرجي هذا فإني لم أخرج قشرا ولا بطرا ولا رياء ولا سمعة إلى آخر. لاحظت الإسناد لا فيه عطية العوفي ولا فيه منى جماعة ولا فيه فضيل بن مرزوق الاثنين دول مجروحين صح؟ طيب الإسناد ده الكوثر في النهاية جابه ودي آخر طلقة فكاها الكوثر. ها مين يجاوب؟ مين يجاوب؟ جواب كامل ها ويأخذ الجائزة. ايوه ايوه خالد سند فيه الوادي بن نافع ايوه الاسناد فيه رجل ثالث كمان غير عطيه وغير فضيل بن مرزوق فيه الوازع بن نافع العقيري ها قلنا عنه شنو؟ قال عنه الزابي ميزان اعتذار الجزء 5 قال عنه شنو؟ قال قال ابن معين ليس بثقه وقال البخاري منكر الحديث وقال النسائي متروك وقال احمد ليس بثقه علي بن ثابت عن الوازع وقال ابن عدي عامة ما يرويه الوازع غير شنو يا جماعة غير محفوظ يعني شنو غير محفوظ شو الزول المتابع معنا شديد منه يعني شاذ الله يفتح عليك يعني شنو يا جماعة يعني شاذ وهو ضعيف طيب الليلة ندخل في شبهات جديدة وهو حديث توسل آدم بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم أول حاجة شبهة دي ذكرها منه إحنا أول شيء نجيب الذكرى منه بعد ذلك نرد عليه ذكر محمد ابن علوي المالك الحسن هذا هو الكتاب وده من أعظم المنظرين للتصوف في العالم كله في هذا الكتاب اسمه مفاهيم يجب أن شنو أن تصح ده الكتاب ذات تأليف قال خادم العلم الشريف ودي شفاء منه منه هذا المنتظر شفاء من الزول لا اصلا شفاء منه انا واجب حاجه جديده حتى اللقب سارقه من شيخ ده في الصفحه 119 ده درس الليله يا جماعه كل الناس تكتب وتنتبه حتى لو فاتك شيء قديم ان شاء الله تنقله من اخوانك ومن التسجيلات وكده لكن من الليله اكتبه يا جماعه جابوا بالصفحه رقم 119 دي برضو من أقوى الشبهات عندهم حول التوسل 119 قال التوسل بالنبي ده العنوان بالنبي صلى الله عليه وسلم قبل وجوده قبل شنو يا جماعة اكتبها طبعا قبل وجوده قال توسل آدم دي شبهة يا جماعة نجيبها أول حاجة بعد ذلك نرد عليها قال توسل آدم ودي كل الصوفية بيجيبوا الشبهة دي يا جماعة كلهم هنا أنا سمعتهم كلهم توسل آدم به صلى الله عليه وسلم وقد جاء في الحديث أن آدم توسل بالنبي صلى الله عليه وسلم مش كده؟ طيب يلا أنا حمليك الحديث واحدة واحدة تكتبه قال الحاكم في المستدرك أكتب قال الحاكم في المستدرك حدثنا أبو سعيد عمرو بن محمد حدثنا أبو سعيد عمرو بن محمد مش كده؟ ابن منصور العدل أسرع شوية يا جماعة لأنه الليلة الدرس هيكون شوية طويل عندنا شبهات كثيرة جدا دارتنا عليها طيب حدثنا أبو الحسن محمد بن إسحاق ابن إبراهيم أبو الحسن محمد بن إسحاق ابن منو ابن إبراهيم الحمزلي أبو الحسن محمد بن إسحاق ابن إبراهيم الحمزلي الحمزلي حدثنا أبو الحارس عبد الله ابن مسلم الفهري
حدثنا أبو الحارث عبد الله بن مسلم الفهري طيب حدثنا إسماعيل بن مسلمة أنبأنا عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه أنبأنا عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن جده عن أبيه عن جده عن عمر رضي الله عنه عن أبيه عن جده أنبأنا عبد الرحمن بن زيد بن أسلم كتبت الحديث هنا مكتبه عن أبيه عن جده عن عمر رضي الله عنه كده الإسناد انتهى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دي آخر شبهة ناقشة في موضوع التوسل يا جماعة بعدين حنخش في موضوع كن فيكون والشبهات حوله موضوع الشطح والشبهات الشبهات حوله وموضوع هي الموتى شبهات حوله كده سرعوا لي شوية طيب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما اقترف آدم الخطيئة قال يا رب لما اقترف آدم الخطيئة قال يا رب أسألك بحق محمد لما غفرت لي قالوا آدم قال كده لما اقترف الخطيئة قال أسألك بحق محمد قالوا ده توسل بحق وجاء النبي محمد صلى الله عليه وسلم فقال الله يا آدم وكيف عرفت محمدا ولم أخلقه قال يا ربي لأنك لما خلقتني بيدك لما خلقتني بيدك ونفخت في من روحك رفعت رأسي فرأيت على قوائم العرش حاجة لو فاتتك عمل لها نقطة نقطة فرأيت على قوائم العرش مكتوبا لا إله إلا الله محمد رسول الله فعلمت أنك لم تضف إلى اسمك إلا أحب الخلق إليك كلام ده واضح يا جماعة ها واضح بس أعمل نقط فقال الله صدقت يا آدم إنه لا أحب الخلق إلي أدعني بحقه فقد غفرت لك قال الله قال له كده ولولا محمد ما خلقتك ها أدعني بحقه يعني بحق محمد يعني قال ربنا قال له كده لآدم أدعني بحقه فقد غفرت لك ولولا محمد ما خلقتك طيب محمد ابن علوي المالكي الصوفي قال شنو لما ذكر كده الحديث شوف التلبيس بعد قال اخرجه الحاكم في المستدرك وصححه كويس ورواه الحافظ السيوطي في الخصائص النبوية وصححه الحافظ السيوطي في الخصائص النبوية وصححه دي ما الشبهات الأم يجيبوا لك فلان صحه فلان صحه فلان صحه يقول حافظه منين انت قال جابه منين لا شاف كتاب سيوطي لا شاف كتاب الله
الحاكم. ورواه البيهقي قال في دلائل النبوة. لاحظين ما قالوا صححه، قام قال شنو؟ أنا أوريك الكلام ده كله، جبت لك دلائل النبوة والكتب دي كلها. قال ورواه البيهقي في دلائل النبوة، ما قال وصححه، قال وهو لا يروي الموضوعات، لا يروي الموضوعات خلاص. قال ونقله ابن كثير في البداية، إلى أن قال ونقله ابن كثير في البداية والنهاية، الجزء واحد صفحة قال 180. يلا نناقش الكلام ده واحد واحد. كتبتوه يا جماعة؟ ها؟ طيب. تمام يا جماعة؟ طيب يلا نشوف الكلام ده، نناقش واحدة واحدة. ده محمد ابن علوي المالكي. طيب هذا الحديث يا جماعة العلماء قالوا عنه موضوع، موضوع مكذوب على النبي عليه الصلاة والسلام. طيب منو من العلماء وقالوا الكلام ده ليه؟ ونشوف الكلام ده كله. هو من طريق أبي الحارس عبد الله بن مسلم الفهري، حدثنا إسماعيل بن مسلم، نبأ عبد الرحمن بن زيد ابن أسلم عن أبيه عن جدي عن عمر بن الخطاب، مش كده؟ طيب قال الحاكم، مش ده قبيل قال لنا قال الحاكم صحيح الإسناد أو قال صحه الحاكم، مش كده؟ قال الحاكم وهو أول حديث ذكرته لعبد الرحمن ابن زيد ابن أسلم في هذا الكتاب. خلاص؟ طيب الحاكم قال شنو يا جماعة؟ صحيح الإسناد. وده نقلوا عنه من يا جماعة؟ الصوفي اللي هو محمد بن علوي المالكي بالصفحة رقم كم؟ 119، مش كده؟ من كتابه. فعلا الحاكم قال صحيح الإسناد، فعلا صحه الحاكم. يلا طوال الحاكم ده قام تعقبه الذهبي، جاب كلام الحاكم ده ذاته الذهبي في نفس الحديث ده ذاته وقال وراه شنو؟ يلا نشوف الذهبي قال شنو. طيب الذهبي في ميزان الاعتدال، نبيل معانا ولا منتبه؟ الجزء 2، الجزء كم يا جماعة؟ 2، الصفحة 498 499. نعم طيب عفوا اول حاجه نذكر ميزان الاعتدال الجزء 2 ما 3، اول حاجه بعدك نمشي 3، الجزء 2 الصفحه رقم 448 449، الجزء 2 من ميزان الاعتدال للذهبي الصفحه 448 449. طيب الحديث في اسناده في شخصين مجروحين، الاول عبد الله ابن مسلم الفهري، صح ولا ما صح؟ لقاك في الاسناد اللي كتبناه قبل؟ نعم. خط تحته خط عبد الله ابن مسلم الفهري. والثاني عبد الرحمن ابن زيد ابن اسلم،
خلاص. نمسك أول حاجة عبد الله بن مسلم الفهري. قال الذهبي: عبد الله بن مسلم أبو الحارث الفهري روى عن إسماعيل ابن مسلمة، روى عمنا يا جماعة إسماعيل ابن مسلمة ابن قعنب عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم خبرا باطلا فيه: يا آدم لولا محمد ما خلقته، رواه البيهقي في دلائل النبوة. كلام ده تمام؟ أعيده لك تاني. مش الذهبي قال صحيح الحديث والحديث صحيح؟ صحيح الإسناد. الحاكم عفوا، الحاكم قال صحيح شنو يا جماعة؟ الإسناد. تعقب منه؟ تعقب الحاكم منه؟ الذهبي. قام قال شنو الذهبي؟ ميزان الاعتدال الجزء كم يا جماعة؟ 2. الصفحة كم؟ 448 449. قال عبد الله بن مسلم الفهري ده روى عن إسماعيل بن مسلم بن قعنب عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم خبرا باطلا. يبقى تعقب منه زي ما قال الشيخ الألباني، تعقب منه الحاكم خبرا باطلا فيه: يا آدم لولا محمد ما خلقتك، اللي هو الخبر نحن فيه ده ذاته، رواه البيهقي في دلائل النبوة. إذن حكم على الخبر ده بشنو يا جماعة؟ بل بطلان. يبقى كلام الحاكم إنه صحيح الإسناد ماله؟ الذهب يتعقب بواحدة انتهينا منه. طيب بعدنا نشوف عبد الرحمن بن زيد بن أسلم اللي هو خدتنا تحته خط قبيل برضو في الإسناد، انتهينا من موضوع عبد الله بن مسلم شنو؟ الفهري. بعدنا نجي لعبد الرحمن بن زيد ابن أسلم، ده في الجزء 3 قلنا الصفحة رقم كم؟ أو في الجزء 2 ذاته صفحة رقم كم قلنا؟ 498 و499. طيب عبد الرحمن بن زيد بن أسلم العمري، شوف العلماء يتكلموا عنه كيف كلام طويل جدا كده، أسمع الكلام. قال أبو يعلى الموصلي، أنت عارف كم بيضربوه المثل في الكذب، عديل بيضربوه المثل في الكذب الرجل ده عبد الرحمن بن زيد بن أسلم اللي وراء الحديث بتاع لولاه ما خلقتك وتوسل آدم بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. قال أبو يعلى الموصلي: سمعت يحيى ابن معين، ده الأئمة الجرح والتعديل في الدنيا، قال سمعت يحيى ابن معين يقول: بنو زيد بن أسلم ليسوا بشيء، أولاده كلهم قال ليسوا بشيء، مش كمان عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، قال كله ليسوا بشيء، بنو زيد ابن أسلم ليسوا بشيء. شو العلماء ده اللي كان بيجرحوا كيف؟ هسه لو قلت كده أو قلت العدسي ما نافع تبقى مشكلة. طيب قال بنو زيد بن أسلم ليسوا شنو؟ ليسوا بشيء. وروى عثمان الدارمي عن يحيى ضعيف، قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ده ماله؟ ضعيف. وقال البخاري، الإمام البخاري، عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ضعفه عبد الرحمن ضعفه علي جدا، يعني ضعيف جدا خلاصة الكلام. وقال النسائي ضعيف، لا علي هي مشددة، علي جدا ربما يكون خطأ مكتوب كده مشكلة كلها، ضعفه علي جدا، المهم يعني ضعيف. وقال النسائي ضعيف. وقال أحمد، الإمام أحمد، عبد الله يعني عبد الله بن زيد بن أسلم ثقة، والآخران ضعيفان اللي هو عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وتاني أخوه تاني ذا الضعاف، لكن عبد الله قال أخوه ده ثقة وده ما الآن ما بيهمنا هنا في الحديث. طيب قال والآخران ضعيفان، الآخران اللي هو فيهم من يا جماعة؟ عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ضعيفان ضعيفان. وقال الربيع بن سليمان، اسمع الكلام ده، قال سمعت الشافعي يقول كده، اسمعوا بعدين اكتبه كده اسمع الكلام، قال سمعت الشافعي يقول سأل رجل عبد الرحمن ابن زيد، يا اخي انتبه لي عين،
الربيع بن سليمان قال شنو؟ قال سمعت الشافعي يقول، ده الإمام الشافعي حكى القصة دي، قال الإمام الشافعي سأل رجل عبد الرحمن ابن زيد ابن أسلم حدثك أبوك عن أبيه أن سفينة نوح طاف بالبيت وصلى خلف المقام ركعتين؟ قال نعم. شوف بيستخفوا بيه وكيف يا عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، فهمت الحتة دي؟ الشافعي حكى القصة دي بيستخفوا برواية منى يا جماعة، وصدق عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ده إنه زول ما صادق أصلا. الشافعي قال سأل الرجل عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، تصاحب الرواية بتاعت التوسل بآدم توسل بمحمد، الشافعي قال في رجل سأل عبد الرحمن بن زيد بن أسلم قال له حدثك أبوك عن أبيه، لأنه عبد الرحمن بن زيد بن أسلم كان بيروي عن أبيه عن جدي، حدثك أبوك عن أبيه أن سفينة نوح طاف، تؤنس وتذكر، طاف بالبيت، سفينة نوح طافت بالبيت وصلى خلف المقام، يعني صلت خلف المقام ركعتين يا عبد الرحمن بن زيد بن أسلم؟ قال نعم. نجر له حاجة من رأسه قصة، قال له أبوك عن جدك حدثوا حديث إنه سفينة نوح طافت بالبيت وصلت خلف المقام ركعتين يا عبد الرحمن بن زيد بن أسلم؟ قال هاي. فهمتوا الحتة؟ طيب وعم محمد ابن عبد الله ابن عبد الحكم سمعت الشافعية يقول، ده برضو من الأشياء المضحكة في كذب عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، سمعت الشافعية يقول ذكر لمالك، الإمام مالك، حديث غريب يعني عن مالك، فقال من حدثك؟ مالك قال للزول قال له الحديث الغريب العجيب ده، قال له من حدثك؟ فذكر له إسنادا منقطعا، قام الراوي للحديث ده ساغله إسناد لكن إسناد ماله منقطع، فقال الإمام مالك اذهب إلى عبد الرحمن ابن زيد ابن أسلم يحدثك عن أبيه عن نوح عليه السلام. قال احنا عم نصدق حديث زي ده، شيل عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ده قصده بيكذب يحدثك حديث عن أبوه عن نوح ذات عليه السلام. إذا يا عبد الرحمن بن زيد أسلم ده شنو يا جماعه؟ ده منتهي مرة واحدة، مرة واحدة منتهي، خلاص؟ طيب عشان كده العلماء قالوا الحديث ده ماله يا جماعه؟ موضوع، لأنه من رواية منه؟ عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، وتاني في إسناده منه؟ عبد الله بن مسلم الفهري، وذكرنا كلام الأئمة عن هذين المجروحين. بعدين الحديث عرفنا إسناده موضوع، سند ذاته فيه متن ذاته فيه إشكال، مين يعرف لنا الكلمة دي؟ يفوز بكتاب جائزة، بعد ما يجي كتاب وضاح وكتاب منو؟ موسى ما خلاص جاد حاجة. يا محمد لولا محمد المثلث، ايوه الله يفتح عليك، قال لولا ولولا محمد ما خلقته، هذا يخالف شنو؟ ده يخالف ايوه خطاب، يخالف صريح القرآن، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوا، مش كده؟ يخالف وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، فده يخالف صريح القرآن، لا يمكن الحديث يكون صحيح أبدا. طيب انتهى كده هذا الحديث. طيب الرجل ده نرجع له تاني، محمد علوي المالك الصوفي، قال أول حاجة الحديث ده شنو؟ الحاكم صحه الحاكم، ودي انتهينا منها مش كده؟ أيوة ممكن دي تخارج منها، يقول لك ربنا سأله أعلم به، زي حديث قال الله عز وجل كيف وجدتم عبادي، حديث صحيحين عن أبي هريرة، قالوا وجدناهم يحمدونك ويكبرونك، ممكن يجيب لك شبهة. طيب عرفت الشبهة بتاعتهم؟ فدي ما إشكال. طيب قال ورواه الحافظ السيوطي في الخصائص النبوية وصححه، أنا ده ما وقفت عليه، لكن حتى لو صححه السيوطي وده يعني ده شنو؟ تعديل، وجرح الآن الرواة
الذين في هذا الحديث راوين جرح شنو يا جماعة؟ مفسر، والجرح المفسر مقدم على التعديل المجمع. قال ورواه البيهقي في دلائل النبوة وهو لا يروي الموضعات، هنا كذب زول ده كذاب. امبارح برضو قبضنا عليه شنو يا جماعة؟ كذبة عباد القبور ده الجن وكذب. نشوف البيهقي في دلائل النبوة قال شنو؟ شوف الكذب ده كيف؟ ده دلائل النبوة يا جماعة، ده كتاب دلائل النبوة للبيهقي. يلا قال شنو البيهقي؟ شوف زول ده كذاب كيف؟ البيهقي رواه قال ضعيف، الرجل ده قطع كلام البيهقي ضعيف دي قطعه، قال رواه البيهقي وهو لا يروي الموضوعات، لأنه لو قال صحاحه كان تكون كذبة كبيرة. لكن أهول له إنه شنو يا جماعة؟ يقطع التضعيف بتاع البيهقي يدعو برا. طيب البيهقي قال شنو؟ في دلائل النبوة الجزء 5، جزء رقم 5. نوريك الصفحة. ها؟ ما أدري والله، الله أعلم. اللي هو في الصفحة رقم 374، صفحة رقم كم يا جماعة؟ 374، الجزء 5 من دلائل النبوة للبيهقي. البيهقي قال لما اقترف آدم الخطيئة قال يا رب أسألك، ذكر شنو يا جماعة الحديث؟ قال تفرد به، عشان تجيب الزول ده كذاب كيف؟ محمد علوي المالكي. البيهقي قال تفرد به عبد الرحمن بن زيد بن أسلم من هذا الوجه عنه وهو ضعيف، والله أعلم. صفحة كم؟ 374. محمد علوي المالكي قام قطع شنو يا جماعة؟ قطع الجزئية دي جدعة برا، تضعيف البيهقي لعبد الرحمن بن زيد بن أسلم، وبالتالي تضعيفه للحديث لأنه دراه الحديث، قطع جدعة برا. قال هنا بصفحة رقم 119، قال شنو؟ بصفحة رقم 120 الصفحة البعدية، قال ورواه البيهقي في دلائل النبوة وهو لا يروي الموضوعات. شو الإجرام ده كيف؟ هو إجرام يا جماعة؟ ده إجرام بطريقة عجيبة جدا جدا. طيب طيب كده انتهينا من باب التوسل والشبهات حوله. لمن أراد الاستزادة من الشبهات حول التوسل والرد عليها فليراجع، اكتب عندك السلسلة الضعيفة للألباني المجلد الأول، السلسلة الضعيفة المجلد الأول من الحديث رقم 22، ده رقم الحديث وليس رقم الصفحة، من الحديث رقم 22، وانت شنو؟ وانت ماشي لقدام، جاب الحديث الضعيفة والموضوعة في التوسل اللي بيستدلوا بها كلها. نحن ذكرنا أشهر الأحاديث اللي هم بيستدلوا بها، لو دار تزيد باقي أحاديث ضعيفة في التوسل وموضوعة راجع ما ذكرت لك. أيضا للاستزادة من الأحاديث الضعيفة في التوسل والموضوعة كتاب الألباني التوسل أنواعه وأحكامه. ثالثا من المصنفات أيضا في هذا كتاب قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة لمن؟ لابن تيمية رحمه الله تعالى ورحم الله الجميع. طيب اللي هو نعم والله جزاك الله خير. الحديث برضو فيه مخالفة تانية لسبب أن الله عز وجل تاب على آدم، قال فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. والكلمات ربنا ظلمنا أنفسنا، دي الكلمات، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، دي الكلمات ذكرت في سورة الأعراف، خلاص. فما لأنه توسل بحق محمد أو جاه محمد، دي أيضا مخالفة لصريح القرآن تدل أن الحديث ده باطل مكذوب. وشوف سبحان الله، الصوفية يقول لك نحب الرسول ويكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم ومن كذب وإن كذبا علي ليس ككذب على أحد، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، حديث أخرج البخاري
وهو متواتر، حديث من الحديث المتواتر عن جمع من الصحابة. شفت كيف؟ رضوا عن جمع من التابعين. وانت ماشي طيب، انتهينا كده من باب التوسل والشبهات حوله، وده من أصعب الأبواب ومن أكثر الأبواب اللي عندهم حوالينا شبهات. لكن أنا برجع بقول شنو يا جماعة، أنا برجع بقول شنو، إنه الصوفية بيجيبوا الأحاديث في التوسل عشان يجوزوا شنو يا جماعة؟ دعاء غير الله. انتبه للمثل، الشرك بالله عز وجل. يقول لك يا دسوقي مدد، تقول له ده كفر بي الله، يقول لك لا ده توسل. وده موضوع براء، والتوسل موضوع براء، ودي أول دي أعظم شبهة لا تفكها أنت لزولة ولا حد. طيب نخش في باب جديد وشبهات جديدة، وهي شبهة، ودي برضو من أقوى الشبهات عنده، شبهة أنه يجوز للولي أن يقول للشيء كن فيكون. شبهة دي بيذكرها دائما هم، ذكر الجفري نمرة واحد، وذكر أولاد الكباشي في قناة النيل الأزرق، قالوا من كرامات أبونا الشيخ الكباشي أنه إذا قال للشيء كن فيكون. وذكر الجفري برضو قال الولي ممكن يقول للشيء كن فيكون. طيب، ومذكورة في كتاب الفيضات الربانية في المآثر والأوراد القادرية الصفحة رقم 7. طيب، وموجودة في طبقات وضيف الله، قال درجات الأولي على 3 درجات، منهم من يقول للشيء كن فيكون. طيب، عندهم أدلة على الكلام ده ولا ما عندهم؟ اسمع الكلام ده كويس، هذه الناس مسلطين. طيب، دي فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية المجلد 4 الصفحة رقم 377 فيها شبهة. صفحة رقم كم؟ 377 المجلد 4. قال ابن تيمية رحمه الله: وقد جاء في الأثر يا عبدي أنا أقول للشيء كن فيكون، أطعني أجعلك تقول للشيء كن فيكون. شبهة ولا ما شبهة؟ شبهة. قال ابن تيمية في مجموع الفتاوى الجزء 4 صفحة 377: وقد جاء في الأثر يا عبدي أنا أقول للشيء كن فيكون، أطعني أجعلك تقول للشيء كن فيكون. يعني معنى الأثر إنه الإنسان إذا بقى طايع وصالح لله ممكن ربنا يجعله يقول للشيء كن فيكون. عيدوا تاني، لو قلت شنو؟ ها؟ في شنو؟ في شنو؟ طيب، هي ما انتبهوا الله يهديكم. الأثر لسه ما انتهى. يا عبدي أنا الحي الذي لا يموت. يا عبدي أنا الحي الذي لا يموت، أطعني أجعلك حيا لا تموت. وفي أثر: إن المؤمن تأتيه التحف من الله من الحي الذي لا يموت إلى الحي الذي لا يموت. أيوة، أن المؤمن تأتيه التحف من الله من الحي الذي لا يموت إلى الحي الذي لا يموت. قال ابن تيمية بعد ما ذكر الأثرين: فهذه غاية ليس وراءها مرمى، كيف لا وهو بالله يسمع وبه يبصر وبه يبطش وبه يمشي فلا يقوم لقوته قوة. انتهى ذا الكلام لحد نهاية الجملة، ما قال الأثر ضعيف ولا قال ولا قال.
قال ابن تيمية: فهذه غاية ليس وراءها مرمى. كويس. فهذه غاية ليس وراءها مرمى، كيف لا وهو بالله يسمع وبه يبصر وبه يبطش وبه يمشي فلا يقوم لقوته قوة. انتهى كلام ابن تيمية في هذه الجزئية. أحاديث حلوة كيف؟ جاكم كلامين الموضوع ده له قعاد صح ولا ما صح؟ مش هو كده؟ أذن. ها؟ هذه غاية ليس وراءها مرمى. كيف لا وهو بالله والروم له؟ طيب يا جماعة قلنا أيوة معكم ما كتبتوا لي ها؟ ابن تيمية قال: فهذه غاية ليس وراءها مرمى، كيف لا وهو بالله يسمع، وهو بالله يسمع. هذا القلم مش طيب. وبه يبصر، اكتب يا نبيل. وبه يبطش وبه يمشي فلا يقوم لقوته قوة، لقوته قوة، فلا يقوم لقوته قوة. طيب الرد على الكلام ده شنو؟ ونحن نعلم من القرآن أن ربنا قال: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وإنما أمرنا، ربنا قال: إنما أمرنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، في آية أخرى. طيب الحل كيف؟ نحن نعلم من القرآن أنه كن فيكون دي حقة ربنا، ما يشارك في أحد، لا نبي لا ملك لا أحد. طيب نشوف الرد. ده كتاب الفتاوى صح؟ لابن تيمية. ده كتاب النبوات لابن تيمية برضو في الصفحة رقم 251 من كتاب النبوات لابن تيمية نفسه. طيب 251 ابن تيمية يقول شنو؟ قال: لكن من الناس من يدعي له من الكرامات ما لا يجوز أن يكون للأنبياء. قال: ولكن من الناس من يدعي له من الكرامات ما لا يجوز أن يكون للأنبياء. يعني في ناس بيدعوا لأنفسهم شيء من الكرامات، حتى الأنبياء ذاتهم ما يجوز يكون لهم. زي شنو؟ قال: كقول بعضهم إن لله عبادا لو شاءوا من الله ألا يقيم القيامة لما أقامها. دي ما بتجوز قال تقول لزول كرامة ولا لنبي ذاته ما بتقول صح ولا ما صح؟ قال: كقول بعضهم إن لله عبادا لو شاءوا من الله إن لله عبادا لو شاءوا من الله ألا يقيم القيامة لما أقامها. وقول بعضهم، شوف بعد الكلام كيف قال، دي أشياء كل ما يجوز تكون لا لولي كرامة ولا لنبي ذاته. وقول بعضهم أنه يعطى كن أي شيء أراده قال له كن فيكون. قال دي ما ممكن تكون لولي كرامة ولا يمكن تكون لنبي ذاته صح ولا ما صح؟ كن فيكون دي ذاته، مش هو كده؟ فهمتوا الكلام يا جماعة؟ فهمتوا الكلام؟ طيب الموضوع بيتكلم عن شنو يا تيمية؟ من البداية يا خطاب بيتكلم عن شنو من البداية؟ إنه في ناس بيدعوا إنه عندهم أشياء من الكرامات، الأشياء دي ما يجوز تكون لزول كرامة ولا يجوز تكون لنبي ذاته كمعجزة يعني.
زي شنو؟ ذكر أمثلة. المثال الأول قال كقول بعض إن لله عبادا لو شاءوا من الله لا يقيم القيامة لما أقام. وقول بعضهم إنه يعطى كن، يعني دي لا يمكن تكون لزول كرامة ولا لنبي ذاته معجزة. أي شيء أراده قال له كن فيكون، دي ما ممكن قال تكون لا لنبي ولا لزول ولي كرامة. إذا ابن تيمية يا جماعة كلام ده ما عندي. طيب الكلام اللي في الفتاوى ده شنو؟ أيوة، يعني قلنا نرجع للفتاوى تاني. فتاوى قلنا الجزء 4 صفحة كم؟ 377. لما ترجع لنفس كلام تيمية ذاته وبادي من بادي من ورا من 370 وقبليه وماشي، لما ترجع ل 372 ابن تيمية وراك هو حصل شنو الكلام ده في الصفحة كم؟ 372، قبل 5 صفحات. ابن تيمية قال لك يا أخي الكلام ده كله اللي أنا بتكلم فيه ده ما عن حال الأولياء وصالحي البشر في الدنيا يا جماعة، قال الكلام ده عن حال الأولياء وصالحي البشر الناس اللي بيعبدوا الله تمام جوا الجنة. في الصفحة رقم كم؟ 372. قال ابن تيمية وأيضا، وأصلا ابن تيمية بيتكلم عن شنو ذات؟ بيتكلم عن تفضيل صالحي البشر على الملائكة، لكن تفضيلهم وين؟ قال واسمع اسمع كلام براو. قال شنو؟ صفحة كم؟ 372 من نفس المجلد الفتاوى جزء 4. قال وأيضا كده أنا دارك تفهم قبل ما تكتب، أنا بحب إنك تفهم بعد ذاك أنا بعيده للتاني تكتب. قال وأيضا إنما تكلمنا في تفضيل صالحي البشر إذا كملوا ووصلوا إلى غايتهم وأقصى نهاياتهم، وذلك إنما يكون إذا دخلوا الجنة ونالوا الزلفى وسكنوا الدرجات العلى وحياهم الرحمن وخصهم بمزيد قربه وتجلى لهم، يستمتعون بالنظر إلى وجهه الكريم وقامت الملائكة في خدمتهم بإذن ربهم. تبي صفحة كم؟ 72. قبل الكلام ده في بدايته بعد ذلك جاي يتكلم عن هذه الآثار، وبعد في صفحة 373 طوالي بعد الأثرين الذكرهم دي الكون فيكون وكده قال فالجواب من وجوه، أحدها إذا نظرنا إلى هذه الأحوال في الآخرة كانت في الآخرة للمؤمنين على أكمل حال وأتم وجه، وقد قدمنا قبيل صفحة 372 القبيل، وقد قدمنا أن الكلام ليس في تفضيلهم في هذه الحياة يعني الدنيا فقط، بل عند الكمال والتمام والاستقرار في دار الحيوان في الجنة. فهمتوا الكلام؟ طيب في الجنة هل الزول ممكن يقول لشيكم فيكونوا إلى آخره ولا ما ممكن؟ نرجع على القرآن، قال تعالى لهم ما يشاءون عند ربهم ولدينا مزيد. فهمتوا الحتة دي؟ فهمتوا ده الموضوع. دليل ثاني من الأثر ذاته من الأثرين، وقد جاء في الأثر كده ما تكتب، وقد جاء في الأثر يا عبدي أنا أقول لشيء كن فيكون، أطعني أجعلك تقول لشيء كن فيكون، يا عبدي أنا الحي الذي لا يموت أطعني أجعلك حيا لا تموت. في الدنيا أي زول بيموت ولا ما بموت؟ بيموت، لكن في الجنة شنو؟ ما بموت. فهمتوا الكلام يا جماعة؟ طيب وفي الأثر الثاني برضو ذكر ابن تيمية قال إن المؤمن تأتيه تحف من الله من الحي الذي لا يموت ده ربنا إلى الحي الذي لا يموت ده وين؟ في الجنة. أزول في الدنيا ربنا قال كل من عليها فان، ربنا قال كل نفس ذائقة الموت، أي أينما تكون ادركوا الموت ولو كنت في بروج مشيدة، قل إن الموت الذي تفرون منه فإنما هو ملاقيكم، انتهى الموت. إنك ميت أينه ميت، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبل الرسل أفإن مات أو قتل قلبتم على أعقابكم ولا ده الموت. فهمت يا جماعة الموضوع ده؟ فهمتوا الكلام ده؟ ده بغض النظر عن صحة الآثار دي أو ضعفها، لو فرضناها صحيحة ده معناها كده، وده القصد ابن تيمية رحمه الله تعالى.
ها؟ طيب دي شبهة، شبهة شنو يا جماعة؟ كن فيكون. بعد ذلك نرد على إنه ما في زول بيقول للشيء هنا في الدنيا كن فيكون إلا ربنا، الدليل من القرآن أيلا نبيل ها؟ إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. ثاني بديع السماوات والأرض البقرة، إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. ثاني إنما أمرنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، إلى غيرها من الآيات في البقرة. طيب دي شبهة انتهينا منها. شبهة الشطح، كلام ترجع مجموعة الفتاوى والجزء 4 صفحة 372 الرد و 377 الرد. الشبهة 377 انتهى الموضوع. طيب الشطح، شبهة أخرى الشطح. يا أبشوك جيد مذاخر أها الرد شنو؟ لدينا أن نشوف أبشوك لأنه جيد مذاخر. ما هو الرد على هذه الشبهة؟ هنجي للشطح. قال ابن تيمية قال جاء في الأثر في مجموع الفتاوى جزء 4 صفحة 377 جاء في الأثر: يا عبدي أنا أقول للشيء كن فيكون، أطعني أجعلك تقول للشيء كن فيكون. الرد على الشبهة دي شنو؟ ابن تيمية عقب على الأثر ده قال: فهذه غاية ليس وراءها مرمى، كيف لا وهو بالله يسمع وبه يبصر وبه يبطش وبه يمشي، فلا يقوم لقوته قوة. أها الرد شنو؟ ما هو الرد؟ وين في الجنة؟ الدليل شنو في الجنة؟ لا، ابن تيمية قال، ابن تيمية قال إنه الأثر ده كن فيكون. أنت من وين؟ قال لك طيب ابن تيمية ده كفره، أنت الآن استدلت من القرآن وكلامك صحيح، لكن ابن تيمية ده تلقى له مخارجة؟ هل تجد له مخرجا؟ الله أعلم. طيب من يرد على أبشوك ويجغم؟ ها؟ أول حاجة قلنا عقيدة ابن تيمية كما جاء في كتاب النبوات، مش كده؟ صفحة كم؟ الصفحة كم؟ 251. إنه ابن تيمية قال في أشياء ما بتكون للأنبياء ذات، عليها قولكم فيكون، الصفحة رقم كم؟ 251. دي أول حاجة عقيدة ابن تيمية. طيب الأثر ده جابوا فهموا شنو؟ أبو شوق جواب صحيح قال في الجنة، لكن عرفنا إنه ابن تيمية ذاته قاصد في الجنة كيف؟ في الصفحة رقم كم؟ 372 من الفتاوى ذاتها. يا أبو شوق انتبه، انتبه لينا، في الصفحة رقم 372 يعني قبل 5 صفحات ابن تيمية قال كلامي الجاي ده كله عن تفضيل صالحي بني آدم إذا دخلوا وين؟ الجنة. بعد ذلك ذكر الأثر ده في صفحة 377 بعد 5 صفحات. هو بيقوم بيقطع عليك الكلام، يقول لك صفحة كم؟ 377. يقول لك ابن تيمية شيخك زاد وقال الإنسان ممكن يقول شيء كن فيكون. ترجع صفحة 372 تلقى ابن تيمية قال كلامي الجاي ده كله عن تفضيل صالحي البشر إذا كملوا ودخلوا شنو؟ الجنة. وكرر الكلام ده في 377 بعد الأثر طوالي تحته في نفس الصفحة. قال كلامنا ده كان في شنو؟ في موضوع الجنة، والدليل لهم ما يشاؤون في لهم ما يشاؤون عند ربهم ولدينا مزيد. طيب طيب نمشي للشطح. ايوه، وفي رد الأثر ذاته أطعني أجعلك حيا لا تموت، لا يمكن أن تكون إلا وين يا جماعة؟ في الجنة. خلاص لما تجيبه. طيب الشطح، الشطح جاءت الشبهة بتاعته في كتاب النصر العلمية الصفحة 62، هذا هو كتاب النصر العلمية صفحة 62.
والله يا ما أنا كنت أتمنى الدورة دي يحضروها كل إخواننا، لأنه بفضل الله حاولنا نستخصي كل الشبهات تقريباً اللي بيجيبوها، أو أكثر من 90% من شبهاتهم في كل الأبواب، بالذات أبواب العقيدة والتوحيد. طيب الصفحة كم قلنا؟ 62 من كتاب النصرة العلمية لعبد المحمود نور الدائم. قال رابعاً الحديث عن الشطح وتأويله. رابعاً الحديث عن شنو؟ الشطح وتأويله. طبعاً من صفحة 62 عبد المحمود نور الدائم لحد صفحة 65 بيتكلم عن الشطح وبيحاول يأول ويجيب له أدلة، وما نجح أن يأتي بدليل واحد لا من كتاب ولا من سنة، فشل تماماً. لكن قال شنو؟ قال كلام كده خارم بارم. قال اعلم أن التأويل، بس اسمعوا كده، أن التأويل في كلام القوم أمور، أحدها أن العبارة عن المعاني المدركة بالوجدان على ما هي عليه تعسر جدا. ألا ترى أن الشخص لو أراد أن يصف لذة الجماع لمن ليس له مباشرة بعبارة توصل ذلك إلى فهمه على الحقيقة لم يستطع ذلك أبدا. ومن الأمور المقدرة في العقول البديهيات والضروريات لا يمكن حدها، وقد قال الإمام فخر الدين الرازي إن العلم لا يحد لأنه ضروري. وده ما كلام عن الشطح، ده كلام عن شنو؟ العلم. شفت إلباس الحق بالباطل؟ مما تسمع الإمام الرازي، الرازي ما قال شطح يا ساعة، قال شنو يا جماعة؟ مع إنه الرازي عنده بلاوي برضه، خلاص؟ لكن هنا ما قال الشطح، قال شنو؟ قال العلم. حشر لك طوالي، العلم لا يحد، ما قال الشطح. قال وقال إمام الحرمين إنه نظري عسير الحد فيدرك العارف منه معنى قائما بقلبه، فيريد التعبير عنه فلا يمكنه عبارة تعطيه فيأتي بعبارة موهمة. ده كله عن شنو؟ عن العلم، ما عن يا جماعة، ما عن الشطح. شفت الإجرام ده كيف؟ طيب كما قال حجة الإسلام الغزالي بالفناء، والغزالي عنده أشياء باطلة كثيرة زي ما ذكر عنه من يا جماعة أول درس يا ناس. ابن الجوزي جزاك الله خير في كتاب شنو يا جماعة؟ تلبيس إبليس، في باب بيان تلبيسه على الصوفية. طيب المهم ما قدر يجيب لا آية لا حديث، وحتى كلام بعض العلماء ذكروا كلام في تعريف العلم ولخبط به وجاد بجاي وجاد بجاي، ما في حال. الشبه اللي بجوانه شنو؟ بالشطح في التلفزيون وفي غيره، الصلاجات نصلي ونواصل. الدليل على جواز الشطح، والشطح عندهم طبعا إنك تقول كفر بالله سبحانه وتعالى، ممكن تزعم إنك أنت الله سبحانه عز وجل، ممكن تسب الدين، تسب الله عز وجل، قالوا ده بيسموه شطح. أيوة تزني تسرد، قالوا ده اسمه عندهم في الطريقة شطح. قالوا والدليل على جواز الشطح إنه يجوز حديث البخاري ومسلم من رواية أنس بن مالك إن النبي عليه الصلاة والسلام قال الله أفرح بتوبة أحدكم، لله أشد فرحا بتوبة أحدكم من رجل أضل راحلته بأرض فلات وعليها طعامه وشرابه فأيس منها فجاء فاضطجع تحت ظل شجرة فنام فاستيقظ فوجدها عند رأسي وعليها طعام وشراب، فقال من شدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. قالوا ده دليل على جواز الشطح، ما سمعت للإزيرك في التلفزيون ولغيره. ويومتها برضو قبل أسبوعين جاب واحد في قناة الشروق صوفي قال الكلام ده، قال ده الدليل على جواز الشطح. تعمل أي حد، تسيب دين، تسيب الله، تسيب النبي عليه الصلاة والسلام، تدعي إنك أنت الإله، بس يقول لك ده شطح، ما مؤاخذ. الدليل قالوا الحديث ده قال، وأول حاجة يا جماعة
ربنا قال ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وقال الله عز وجل فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. شرا يرى. طيب أما الدليل ده يا جماعة ده ما عنده علاقة بكلام ده بل درد عليه لأن الرجل قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك. الرجل ده قاصد يقول كده؟ ما قاصد. من شدة الفرح والدهشة والذهول زي ما قال الإمام النووي في شرحه لهذا الحديث قال هذا الكلام. بعد ذاك النبي عليه الصلاة والسلام رد على الخطأ بتاعه قال شنو؟ قال أخطأ. معناته كلامه ده خطأ ولا صواب؟ خطأ. يبقى ده ما ممكن يكون دليل على جواز الشطح لأنه النبي خطأ وقال أخطأ لكن جعل له عذر في عدم الإثم قال من شدة الفرح. لكن شاهدنا ودليلنا إنه الرسول قال شنو؟ أخطأ ما قال صح كلامه. وهذا من باب الشطح الجائز ويجوز للإنسان أن يكفر إذا شطح ولا لوم عليه ولا إثم عليه ولا ذنب عليه بل قال أخطأ. صح ولا ما صح؟ ده الموضوع. درد على هذه الشبهة هم بيدندنوا حولها كثير. ليه؟ عشان يبرر الكلام الكفري الموجود كله في الكتب بتاعته زي كتاب الفيضات الربانية وكتاب شرب الوصل وكتاب ديوان رياض الجنة ونور الدجنة وغيره من الكتب وطبقات وضيف الله والشعراني وغيره غيره من الكتب اللي فيها كفر ده يبرر لك الكفر ده. لما قال أنا الواحد الفرد الكبير بذاتي أنا الواصف الموصوف شيخ الطريقة الأقوال دي ما لقوا لها رد قالوا ده اسمه شطح ده اسمه كفر وليس شطح. نعم أيوة قلت جملة واحدة دي قصائد كاملة صفحات كاملة وما كانت من شدة الفرح ذاته. ده زول ده زول واعي بيقول الكلام ده يقول أنا الواحد الفرد الكبير بذاتي أنا الواصف الموصوف وشيخ الطريقة وما قلت هذا القول فخرا وإنما أتى الإذن كما يعرفون طريقة وحقيقة إلى آخره وغير من الباطل. طيب إذن هنا ما في شبهة مش كده؟ ها؟ نعم نعم أيوة ها؟ الشطح ده ما هم نجروا من راسهم وقالوا معناته انك تكفر وتزني وتسوي الدائره والله ما بحاسبك لانه شطحت. طيب شبهه اخيرا اختم بها الدرس وهي مهمه جدا شبهات حول مساله احياء الموتى دي مساله مهمه جدا لانه بدندن حولها بكثره وشده وبقوه لكن في النهايه ان كيد الشيطان كان ضعيفا. أيوة. قالوا النسوة في قصة يوسف لما قطعوا يدينهم قالوا ده دليل على الشطح صح بيقولوا كده ده ما عنده أي علاقة صح ولا ما صح؟ ما عنده أي علاقة ولا ربنا قال ده شطح صح ولا ما صح؟ هل ربنا قال ده شطح؟ طيب من وين جابوا اللي زيرك ولا غيره إنه ده شطح؟ ومنو من السلف من المفسرين من الفقهاء من البخاري محدثين مسلم منو قال انه ده شطح يجوز تكفر بالله وهل ده كفر بالله؟ نعم بعدين القاضي ما قطع يدين نعم ما قطع يدين قال ما قطع يدين ما قطع مصاريفنا نحن. طيب احياء الموتى دي مساله مهمه يا جماعه انتبهوا لها انتباه جيد لانه دي حوالينا في شبهات فعلا يعني دايره اجابه. طيب الشبهات حول إحياء الموتى النازل فيما أعلم جابوها من كتب كتاب النبوات لابن تيمية الصفحة 196 وكتاب الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان لابن تيمية برضو الفرقان لابن تيمية صفحة 315 إلى 317 ومجموع الفتاوى بس ما مذكر رقم المجلد تقريبا رقم 10. طيب المهم
وذكر هذا الكلام عبد المحمود نور الدائم في النصرة العلمية الصفحة 356-358. نذكره بعد ذلك نرد على الشبهات بتاعته. طيب 356-358. أول حاجة يا جماعة، عقيدة ثابتة عند أي مسلم، ولا بد تكون عقيدة ثابتة عندك كمسلم، إنه ما في أحد بيحيي الموتى إلا من يا جماعة إلا ربنا سبحانه وتعالى. الدليل ربنا قال فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون، في سورة البقرة ربنا قال كذلك يحيي منو بيحيي الموتى، كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته، لأنه يحيي الموتى آية من آيات الله عز وجل لعلكم تعقلون. الدليل الثاني ربنا قال قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت، ده ربنا. طيب وغير من الآيات في الباب والأحاديث في الباب بأمثلة بس. طيب طيب هنا صاحب كتاب النصر العلمية عبد المحمود الدائمة صفحة 356 قال إكرام الأولياء بإحياء الأموات، باب زي ده إكرام الأولياء بإحياء شنو الأموات، الصفحة رقم كم؟ 356، وده كتاب النصر العلمية. قال قال الناظم عند أمتي كمان بشرحه متن كله كفر وشرك، قال قال الناظم أضاء أدام الله عليه أمانه ورضوانه إحياؤهم أيضا لمن قد قبر من بعد موت ظاهر بين الورى. دمتني يعني يشرحوه يعلموه كيف تكفر وكيف تخش جهنم وكذا. طيب قال قوله قول الناظم إحياؤهم أيضا لمن قد قبر، قال في المصباح المصباح بتعجنه قال وقبرت الميت قبرا، يعني ده مصباح بتاع اللغة يعني قبرا من باب قتل وضرب دفنته يعني من بعد موت ظاهر بين الورى. قال إحياء الأموات هو من جنس كرامات الأولياء، ده كان عبد المحمود الردائي، وقد وقع على يد كثير منهم كالشيخ حسن بن حسونة حسن وحسونة رضي الله عنه قال فإنه قد أحيى الميت من بعد التكبير، كذا ذكره الجد سيدي الشيخ أحمد الطيب قدس سره في شرحه على حكمه المسمى بالجوهر الفريد في علم الوحدة والتوحيد، وكذلك الفقيه محمد النور والضيف الله في طبقاته فطبقات والضيف الله، وحكى أيضا الجد هذا في شرحه المذكور أنه قد وقع منه من الإحياء مثل ذلك لشخص قد مات ودفن. طيب الشبهات الجاوة شنو دل بهمنا، طبعا نحن عرفنا أنه عقيدة راسخة مفروض تكون عن أي مسلم إنه ما في أحد بيحيي الموتى إلا منه إلا الله، وأي زول قال أنا بحيي الموتى ده كافر ومشرك، قال هو براه كده بيحيي الموتى ده كافر ومشرك، لأنه ربنا قال كذلك يحيي الله الموتى، وربنا قال لا إله إلا هو يحيي ويميت، وغيرها من الآيات المعروفة. طيب قام جاب الشبهات ودي اللي بتهمنا نناقشها يا جماعة. قال ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، ده الكلام ذكرته لكم قبل، الفرقان الكلام ده كثير جدا بس اسمعوه، بس انا بقرا لك وذكرت لك الصفحه الذكره. طيب ابن تيميه جابه في كتاب الفرقان في صفحه 315 317 قبل اللي وريتك.
لكن عبد المحمود نور الدائم 356 ده يكذب ويبين انه حسن وتحسون وغيره من شيوخ الصوفيه بيحيي الموت عادي. يجيب كلام لابن تيميه حقيقي لكن يأوله على غير شنو؟ مقصد ابن تيميه النقل. وانا بوريك بعد شويه ابن تيميه اصلا قاصي شنو. اسمع الكلام ده انا حقراه طوالي سريع. قال ذكر ابن تيميه في كتابه الفرقان ان صله ابن اشيم او اشيم العدوي انا ما ضبطه صح كان في غزوه فمات فرسه فقال اللهم لا تجعل لمخلوق علي منا ودعا الله فاحيا له فرسه فلما وصل الى بيته قال لولده يا بني خذ سرج الفرس فانه عاريه واخذ سرجه فمات الفرس وان رجلا من النخع كان له حمار فمات في الطريق فقال له اصحابه هل نتوزع متاعك على رحالنا فقال لهم امهلوني هنيهة ثم توضأ فأحسن الوضوء وصلى ركعتين ودعا الله تعالى فأحيا له حماره فحمل عليه متاعه خلاص. طيب الكرامتين ذكروا ابن تيمية دين لو لاحظت في الكرامتين في القصتين إنه الاثنين دعوا منه يا جماعة دعوا الله مش كده الله أحيا لهم الميت مش ولا أحيا الميت. وابن تيمية فعلا نقل الكلام ده يا جماعة ونقل برضو عن بعض السلف برضو دعوا الله ربنا أحيا لهم الميت. وفي مرة ولدها مات من السلف فقامت دعت ربنا سبحانه وتعالى فيما يروى بالأثر إنه قالت اللهم إن كنت تعلم أني ما خرجت إلا هجرة في سبيلك وكذا وكذا فأحيي لي ابني. قال ابنها هي الله أحيا لي خلاص. لكن القصص دي كلها ذكر ابن تيمية كلها الفرغان في الفتاوى مجموع الفتاوى كلها إنه النازل دعوا الله كلها إنه نازل دعوا من إمام دعوا ربنا سبحانه وتعالى خلاص. طيب لكن في كتاب النبوات لابن تيمية الصفحة 196 مية كم 196 ابن تيمية يقول فإن تلك الآية لم تكن مثلها لغيره وهو خروج ناقة من الأرض ناقة الصالح. قال بخلاف إحياء الموتى فإنه اشترك فيه كثير من الأنبياء بل ومن الصالحين. ده هنا في النبوات ودي شوفها لو تذكر جاب لنا واحد في جامعة السودان الجنوبي مش كده. طيب ابن تيمية قال بخلاف إحياء الموتى فإنه اشترك فيه كثير من الأنبياء بل ومن الصالحين. فهم ابن تيمية الكلام ده شنو؟ ترجع لكتاب الفرقان والفتاوى إن ابن تيمية قال فعلا حتى الصالحين بيشتركوا في إحياء الموتى لكن كيف؟ بيدعوا الله سبحانه وتعالى بيدعوا الله لأنه ذكر لك القصة في عصيلة ابن أشيم ولا أشيم وقصة المرة والرجل ربنا أحيا له فرسه والحمار مات رب كلهم دل دعوا منه يا جماعة دعوا الله سبحانه وتعالى. يعني تيمية بيقول لك حتى الولي إذا دعا الله إنه يحيي له شيء ممكن ربنا يستجيب له ويحيي له. قال دي بالذات اشترك في جنسها الأنبياء وبعض وكثير من شنو يا جماعة من الصالحين لكن بشرط إنه يدعو منه الله. طيب نشوف الأنبياء ذاتهم منو من الأنبياء اللي اشتهر بالمعجزة دي؟ عيسى عليه السلام. عيسى بن عليه السلام من مريم قال شنو؟ قال وأحيي الموتى بإذن الله. نشوف بإذن الله دي ذاتها معناتها شنو؟ ده تفسير البغوي المسمى بمعالم التنزيل. قال البغوي قوله تعالى وأحيي الموتى بإذن الله قال ابن عباس وده ترجمان القرآن قد أحيا أربعة أنفس. عيسى بن مريم أحيا كم؟ أربعة أنفس عازر وابن العجوز وابن العاش وابنة العاشر وسام ابن نوح
عليه السلام. يلا شوفوا احياهم كيف براه وقال لهم قوموا كده قوموا، ولا دعا الله، دعي عيسى ذاته ابن مريم. قال فاما عازر فكان صديقا له، فارسلت له اخته، انتبه لي، فارسلت له اخته الى عيسى عليه السلام ان اخاك عازر يموت، وكان بينه وبينه مسيره 3 ايام، فاتاه هو واصحابه فوجدوه قد مات منذ 3 ايام. خلاص. فقال لاختي انطلقي بنا الى قبره، لعيسى بن مريم، فانطلقت معهم الى قبره، فدعا الله تعالى فقام عازر وودكه يقطر فخرج من قبره. يعني عيسى ذاته دعا منه يا جماعه، دعا معنا باذن الله، دعا الله. ده الاول الاحياء عيسى، اصلا احياء 4 احياهم كيف؟ الاول دعا الله، الله احياه، والثاني وبقي وولد وولد له. واما ابن العجوز ده الثاني فانه مر به ميتا على عيسى عليه السلام على سرير يحمل، فدعا الله عيسى فجلس على سريره ونزل على اعناق الرجال ولبس ثيابه وحمل السرير على عنقه ورجع الى اهله، فبقي ولد له. عيسى عمل شنو؟ دعا الله، ده الثاني. شوف الثالث احياه كيف؟ هل قال له قوم كده قام ولا دعا الله؟ حتى عيسى بن مريم. طيب واما ابنة العاشر فكان والدها رجلا ياخذ العشور، العشور دي يعني العشر في الغنيمة. المهم طيب فكان والدها رجلا ياخذ العشور، ماتت له بنت بالامس، فدعا الله عز وجل، عيسى بن مريم دعا الله عز وجل باسمه الاعظم فاحياها الله تعالى، وبقيت بعد ذلك زمنا وولد لها. فضل كم؟ 1. واما سام ابن نوح عليه السلام فان عيسى عليه السلام جاء الى قبره فدعا بسم الله الاعظم فخرج من قبره. يبقى الاربعه معلوم يا جماعه؟ الاربعه معلوم؟ دي شنو يا جماعه؟ الاحياء ومنوته منو؟ الله ما عيسى. لكن عيسى عمل شنو؟ دعا الله. ده كلام ابن تيميه قصده في انه النبي يدعو الله والولي شنو؟ يدعو الله. عشان كده ابن تيميه لما جاب لك قصص الاولياء ذي كلهم والصحابه والتابعين كلهم قال لك دعوا الله. طيب دقيقه، طيب قال فخرج من قبره وقد شاب نصف راسه خوفا من قيام الساعه، وقيل خوفا من خروج روحه ثانيا، فيحصل له ما حصل اولا من سكرات الموت، ولم يكونوا يشيبون في ذلك الزمان. فقال قد قامت القيامه؟ قال عيسى لا، ولكن دعوتك باسم الله الاعظم، ثم قال له مد، قال بشرط ان يعيذني الله من سكرات الموت، فدعا الله عيسى ابن مريم ففعل. كل الشغل شنو يا جماعه؟ حق ربنا، فقال ربنا قال كذلك يحيي الله الموتى ويريكم اياته، ده كله ربنا قال لا اله الا هو يحيي ويميت. طيب دقيقه لسه ما انتهينا من اشوفها، يبقى اصبر ليه. طيب نشوف يلا الصوفية بيستدلوا بالكلام ده، كلام ابن تيميه انه الولي لو دعا الله وحصل، قال فعلا حصل، ذاك دعا الله احيا له حماره، والمرضى دعت الله احيا له ابنها، وذاك دعا الله احيا له فرسه. ابن تيميه ذكرها قال القصص دي صحيحه، حصل الكلام لكن بالدعاء. طيب نشوف يلا الصوفية هل بالدعاء ولا شغلهم ده هو الكفر والشرك؟ ده مش كتاب النصر العلمية ذاته في صفحة 358 قال ذكر الإمام الشعراني رضي الله عنه في ترجمة السيدي الشيخ إبراهيم المدبولي قدس الله سره أنه كان يسأل الفقراء القاطنين عن أحوالهم ويباسطهم، فرأى يوما شخصا منهم كثير العبادة ناقص الدرجة. قال شاب واحد عبادته كثيرة لكن درجته عند الله ناقصة، حسي ده يشوفوا كيف؟ ده يعرفوا كيف؟ طيب فقال له لعل والدك غير راض عنك؟ فقال نعم. قال أتعرف قبره؟ فقال نعم. قال اذهب بنا إلى قبره لعله يرضى. قال الشيخ يوسف الكردي لقد رأيت والده خرج من القبر ينفض التراب
عن رأسي حين ناداه الشيخ. دعا الله؟ ده دعا الله يا جماعة؟ دعا الله؟ ده كفر، ده الكفر. فهمت الحتة دي؟ إذا كلام ابن تيمية ما عنده أي علاقة مع يا جماعة؟ مع كلامه. ولا إحيى عيسى بن مريم للموتى ما عنده أي علاقة مع كلامه. قال فقام والده خرج من القبر ينفض التراب عن رأسه حين ناداه الشيخ. فلما استوى قائما قال الشيخ: الفقراء جاءوا شافعين ليطيب خاطرك على ولدك هذا. فقال الأب طلع من القبر هسه ونفض التراب من رأسه: أشهدكم، يعني زي اتقلبت دورك، طلع عمل رأسه كده وخلاص قال. فقال: أشهدكم أني قد رضيت عنه. فقال: ارجع مكانك. فرجع وقبره بالقرب من جامع شرف الدين برأس الحسينية. ده عنده علاقة مع كلام ابن تيمية؟ طيب ده واحد، كل واحد. نمرة اثنين، كتاب طبقات وضيف الله، هو مش كبير، قال لك ضرب لك مثال بمنه وضيف الله وقصص حسن وتحسون وغيره. طيب طبقات وضيف الله، والكتاب ده بدرسوه في كلية الآداب جامعة الخرطوم، وفي كلية الهندسة جامعة السودان. كتاب ده كتاب فيه كفر، كفر حتى أبو جهل وأبو لهب ما حصلوا قدر ده مع إنهم كفار. طيب الصفحة رقم 70، قال منهم الشيخ حسن وتحسون: الفصل الثاني في إحيائه الموتى وإبرائه ذوي العاهات. وده الماء أولي ذات كده، أول حاجة ده الماء أولي ذات خلاص. لكن شوف الكلام ده كيف قال: أحيا بنت الرئيس. قال: أحيا بنت الرئيس بالخشاب، وأمها إسيمة أم قيمة، جاءت له قالت: يا سيدي بنتي ماتت، أبوها ما له مال حرام، كفنها لي. فمشى إليها شافة، قال لها: بنتك طيبة ما ماتت، قومي. فتمالت روحها وقامت. قومي قال لها، قال تمالت روحها يعني روحها رجعت تاني، تمالت روح وقامت على حيلها. ده عنده علاقة بالكلام ده؟ دعا الله يا جماعة زولا؟ ده كفر. والزول اللي بيقول كده وبيسوي كده كلامه ده كفر بالله عز وجل، عرفته؟ طيب قال: وأحيا عفيشة ولد بكر، ولد بكر غرق في بحر الخشاب، فمكث في البحر 3 أيام وانقضى نحبه. فقالوا له: صل على حوارك. قال: أنا ماني حسن الأول، عندي سيدي حواري غرقان له 3 أيام ما أخبره. فلما رآه قال له: قم. فقام وتمالت روحه وتزوج بعد ذلك ولدا سماه بكر. دعا الله يا جماعة؟ ما دعا. طيب قال بعضهم: وقد رأيت أبو بكر المولود بعد موت أبيه وإحيائه، وأحيا ولد المرغوبين رجالا مراقيب عنده، خرجوا معه للقميص عنده، فرد ولد لقوه مات جشافه، فقال لهم: ما مات، قم. فقام وتمالت فيه الروح. وجاءه رجل غرباوي مسافر للحج وأودعوا فرخة، قال: ودوها عند بقارة. وبعد وقت أرسلت له بقارة، قالت: الفرخة الواعدة ماتت، أدانا لها كفن، هل نكفنها به؟ بالدارج والبدع نكفنها به. ثم قدم سيدها من الحج وطلب جاريته، فأرسل الشيخ إلى بقارة، قال لها: فرخة الفقير جيبوها له. قالت: أما ماتت وإنت جبت كفنا ودفناها. قال: ما ماتت، أمش جيبوها. فمشوا لها ونبشوها، نبشوا القبر يعني خلاص، فوجدوها حية قاعدة جوا القبر زي تلاقي الموز قاعدة جوا لها فترة. طيب وأدوها لسيدة، وقد ذكر أن الشيخ دائما رأسه كاشف ما بيتقنع حسن وتحسونه. قالوا: قال الشيخ إدريس: الشيخ حسن إن يتقنع الميت إن قال له قوم يقوم، إن يتقنع لبس حاجة في رأسه قال للميت قوم يقوم. ده عنده علاقة بكلام ابن تيمية، وعنده علاقة بيحيى عيسى بن مريم دعا الله. ده كفر يا شيخ، ده كفر وإلحاد، عرفته؟ طيب فجاءه رجل شاير قال: طيرتين ميتتين. فأخذهما منه ووضعكم قميص على رأسه فطارتا.
ألف قال انتهى، انتهى للكفر مش انتهى لهذا. طيب طيب شبهة تانية في مسألة إحياء الموتى، ودي سمعتها جزء منها عن بعضهم عن بعض شيوخهم، قالوا المسيح الدجال أحيا رجل، والحديث صحيح مسلم، كتله وقال له قم، صح ولا ما صح؟ فقام وقال له أو ما تؤمن بي؟ الرجل قال له ما ازددت فيك إلا بصيرة، أنت الأعور الكذاب الذي حذرنا منه النبي صلى الله عليه وسلم. فالدجال ده يضربه تاني يقتله، فربنا جعل ما بين جعل الرقبة بتاعته شنو؟ نحاس، فالسيف بتاع الدجال دقه وما قدر يقتله، شالوا جدعه في النار، حسب الناس أنه دخل النار وإنه دخل الجنة. هذا معنى الحديث. قالوا إذا كان المسيح الدجال يحيي الموتى فمن باب أولى شيوخنا الصوفية، لأنه مولي خلاص. طيب شوف ابن تيمية قال كلام متين عن هذه المسألة في كتاب النبوات الصفحة 204 200 وشنو وخمسة، كلام متين مرة 204 205. قالوا إذا كان الدجال فعل الحاجة المعجزة دي خلاص من باب أولى شيوخنا. قال ابن تيمية، اسمع الكلام ده كويس بعدين اكتب، ودل ذلك بعد ما جاب القصة ذات الحديث بتاعت الرجل ده وقال ده من خيار أهل الأرض، قال ودل ذلك على أن إحياء الموتى لم يكن معجزة للدجال ولا ليبين بها صدقه، لكن أحياه ليكذب الدجال. الله أحياه ليه؟ ليكذب الدجال وليبين أن محمدا رسول الله. مش قال ليه؟ أنت الأعور، لما قام تاني قال له أنت الأعور شنو؟ الكذاب الذي حذرنا منه النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله أحياه عشان الحكمة دي، ليكذب الدجال. قال لم يكن معجزة للدجال ولا ليبين بها صدقه، لكن أحياه الله ليكذب الدجال وليبين أن محمدا رسول الله، ولكن أحياه ليكذب الدجال وليبين أن محمدا رسول الله وأن الدجال كذاب وأنه هو الأعور الكذاب الذي أنذر به النبي صلى الله عليه وسلم. كلام متين ولا متين؟ ده السبب من أجله ربنا شنو؟ أحياه عشان يكذب الدجال ويبين أن محمد صلى الله عليه وسلم هو رسول الله حقا وأن النبي صلى الله عليه وسلم أنذر من الأعور شنو؟ الكذاب. بعد الرد الثاني أن الدجال دي خصائص ربنا أدى له حاجة خاصة بإذن الله ابتلاء وامتحانا للعباد في الأرض، وربنا سبحانه وتعالى أقام الحجة على العباد. كيف؟ ما من نبي إلا وأنذر قومه الدجال، ولقد أنذره قوم نوح قومه، مع أنه ما يتوقع، هذا الحديث كده في البخاري، ولقد أنذره نوح قومه، مع أنه ما يتوقع شنو يا جماعة؟ ظهوره في زمن نوح عليه السلام، ما عدا نوح عليه السلام أنذروا لقومه ربنا أمره كده وراهم أنه، وجاء النبي صلى الله عليه وسلم محمد صلى الله عليه وسلم أنذر قومه وراهم أنه حيعمل كده وحيقول للميت قوم ويقوم وكده، صح ولا ما صح؟ هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه، جزاكم الله خير بارك. وصية القحطاني. لله قولوا كلما أنشدتم رحم الإله صداك يا قحطاني.